Good day my friends. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة. شو رأيكم أصدقائي؟ بلش حلقتنا بلعبة. جاهزين؟ أنا عندي بإيدي كاردز وعلى هودي الكاردز في رسمة. بدنا نعرف شو الكلمة المخباية يلي لازم نحذرها. وأنا حطيت لكم أول 2 letters أو أول 3 letters منها. طلعوا شو عندي هون. سم سم شو هيدي؟ سمايل ابتسامة. سم سمايل ابتسامة. هلأ عندي سن. بالأول كان عندي م، هلأ ن. سم سمايل. سن سنيل اللي هي الحلزون. سنيل سنيل. هون عندي الرفش، شو بقول له؟ سب سب. سم سمايل. سب سبيد يعني رفش، وسن سنيل يعني حلزون. فاذا سبيد يلي هو الرفش. واخر شيء عندي سب سبل. سبلاش هي طرطشه المي. سبلاش سبلاش. فاذا هودي 4 words كلهم ببلشوا ب س. سم سمايل ابتسامة. سن سنيل حلزون. سب سبلاش يلي هي طرطشة المي. وشو الكلمة؟ وعندي كمان هون سب سبيد يلي هو الرفش. هودي 4 words. هلا عندي كمان كلمات جديدة. هون بتبلش الكلمة د در. دراجون اللي هو التنين. در دراجون. دي و ار در دراجون. يرجع عندي فل فلاور وردة. فل فلاور وردة. هون عندي فر فراغ ضفدع. فر فراغ ضفدع. واخر شي عندي جل جل جلوبز اللي هن القفازات. جل جلوبز. فاذا عندي 2 words هون ببلشوا ب اف. فل فلاور. فر فراغ. وعندي هون جل جلوبز. در دراجون. هلا اصدقائي رح احط لكم انا الكلمه وانتم بدكم تحذروها. رح بلش باول وحده. سب سبيد رفش. سن سنيل حلزون. سم سمايل ابتسامه. سبل سبلاش يلي هي طرطشة المي. أما هون فعندي در دراجون. جل جل جلوفز قفازات. هون عندي فل فلاور. اكسلنت. هون عندي فر شو يعني ضفدع؟ فر فراغ. فيري جود. تعلمنا 8 كلمات جديد. ما تنسون. هلا خلينا نتوقف لفتره صغيره وانا برجع لكم. I hit my nose as you can see. I injured my toes and bruised my knee. Ouch, it hurts from my toes up to my head. I think I would better lie down in bed. I hit my nose, as you can see. I injured my toes and bruised my knee. هلا أصدقائي بدي أسألكم سؤال. مين بيتذكر
روي and the happy farm. تذكرتوا روي أخذته المعلمة تبعه على مزرعة. بدنا نرجع نتذكره سوا. تعالوا نشوف النص ونجرب نتهجيه مع بعض. عنوان النص هو Welcome to the happy farm، يعني أهلا وسهلا فيكم بالمزرعة السعيدة. Happy farm. Roy had a apple. Had. هون الـ A بلفظها O لأنه في بعدها L. Had all. و A ways. Always. All ways. Roy had all ways. هيدي الكلمة نحن قلنا عنها it's a special word لأنه الـ A فيها بتنلفظ O كمان. Want. يريد أو I want، أنا أريد. Wanted. Roy had always wanted to visit a farm. Roy had always wanted to visit a farm. He loved animals. Animals. He had his own. عيدوا من ورائي أصدقائي. Own. He had his own pet. Pet. A. هوني A umbrella. Puppy. He had his own pet. A puppy. كمان هون الـ A والفظة O في وراها double L. Cold. Foxy. فإذن روي had always wanted to visit a farm. روي كان دائما بحب إنه يزور مزرعة. He loved animals. كان يحب الحيوانات. He had his own pet. كان عنده حيوانه الأليف الخاص فيه إلو. A puppy called Foxy. كان اسمه Foxy. طلعوا Foxy is a proper noun. حطيت الـ F أنا capital letter. روي took good care silent E of Foxy. روي كان يهتم بفوكسي. He fed her and took her out for walks. He fed her and took her out for walks. He fed her يعني كان يطعم فوكسي وكان يخدها يمشيها. Took her out for walks. And then one day Miss Selma told her students. بأحد الأيام Miss Selma خبرت تلاميذها that she was going to take silent E والA اللي قبلها بلفظ الصوت الطويل A take that she was going to take them to a farm. قالت لهم إن هي رح تاخذهم على مزرعة. She took her students. Students. She took her students to a farm in a nearby. قسمتها هون الكلمة قسمين عندي two vowels. الإي سبقت بالأول بلفظة إلها. Nearby village. She took her students to a farm in a nearby village. لوين راحوا؟ راحوا على farm، مزرعة. أصدقائي هيدا أول part تهجيني سوا. رح أرجع أنا أقرأ وبتجيكم تقروا معي على صوت عالي وتتهجوا معي. Welcome to the happy farm. Roy had
always wanted to visit a farm. روي كان دائما يحب انه يزور مزرعة. He loved animals. كان يحب الحيوانات. He had his own pet, a puppy called Foxy. كان عنده حيوان الأليف تبعه الخاص اسمه فوكسي. كان جارو صغير. روي took good care of Foxy. كان يهتم كتير بفوكسي. He fed a ed, fed her. كان يطعمية. فإذا فوكسي هي الجارو. روي took good care of Foxy. كان يهتم فيها أو في يقول في للكلب للجارو الصغير. He fed her and took her out. هون الـ OU أصدقائي بفوزن أو out for walks. كان يخدها ويمشيها. And then one day Miss Selma told her students that she was going to take them to a farm. بأحد الأيام Miss Selma قالت لهم إنه هي رح تاخذهم على المزرعة. She took her students, أخذت تلاميذها, to a farm in a nearby village. وأخذتهم على المزرعة بضيعة قريبة. فإذا هون روي انبسط كتير لأنه هو كان دائما بحب يزور المزرعة. رح كمل تاني بارت من النص رح أقريه أنا اليوم وبتقروه أنتم بالحلقة المقبلة. With a big smile, Mr. Bob the farmer welcomed the group at the farm. بابتسامة كبيرة مستر بوب المزارع the farmer رحب بالفريق بالمزرعة تبعه saying وقال لهم welcome to the happy farm. أهلا وسهلا فيكم بالhappy farm. Mr. Bob had cows, goats and sheep. شو عنده كان مستر بوب؟ Cows, goats, sheep. He had hens, roosters and turkeys. Hens, roosters and turkeys. أخذناهم من قبل هودي الحيوانات. We keep the cows for milk, butter, cheese and meat. قعد يشرح لهم للتلاميذ إنه هو بيخلي البقر شو بياخد منهم؟ بياخد منهم حليب, milk, butter, زبدة, cheese, جبنة and meat. Said Mr. Bob. ولحمة. The goats and sheep too are kept for their meat and milk. بياخد كمان milk and meat من ال goats والsheep. Sheep also provide excellent wool. مين يلي بيعطينا الصوف؟ Sheep بيعطينا صوف كتير منيح to keep us warm. نحنا بنعمل منه تياب حتى نتدفى. Continued Mr. Bob. كمل Mr. Bob. شو رأيكم أصدقائي؟ نروح هلأ سوا ونحضر الفيديو مع بعض ونتذكر مستر بوب ونتذكر روي ونشوف شو صار معهم بالهابي فارم. وما تنسوا تنتبهوا وتشوفوا الكاوز, الجودز, الشيب, الهانز, روسترز والتركيز. وأنا برجع بشوفكم من بعد الفيديو. Welcome to the happy farm. Roy had always wanted to visit a farm. He loved animals. He had his own pet, a puppy called Foxy. Roy took good care of Foxy. He fed her and took her out for walks. And then one day Miss Selma told her students
that she was going to take them to a farm. She took her students to a farm in a nearby village with a big smile. Mr. Bob, the farmer, welcomed the group at the farm, saying, "Welcome to the Happy Farm." Mr. Bob had cows, goats, and sheep. He had hens, roosters, and turkeys. While going around the farm, Miss Salma and her students were all happy. They were at the Happy Farm. أصدقائي حبيتوا الفيديو، إن شاء الله تكونوا ركزتوا منيح، لأنه هلأ عنا exercise تمرين بدنا نحله سوا على البورد. بديكم تتذكروا بعض الكلمات بدنا نحطهم لنكمل الاكسرسايز. Read the following and fill in the blanks with the correct word. بدنا نقرأ الجمل وبدنا نحط بالفراغ الكلمة الصحيحة. أول جملة بتقول Roy took a foxy. شو بدي أقول أنا؟ شو بحط هون بالإنجليش؟ قصدي إنه روي اهتم بفوكسي. لما أقول أنا بهتم بخيي بقول I take care. I take care of my brother. هون روي took care of Foxy. يعني حط care, took care معناتها اهتم بفوكسي. تاني جملة He, her and took her out for he, her. شو كان يعمل له؟ كان يطعميها. شو بدي أقول أنا يطعميها بالماضي؟ طعماها، كان يطعميها قبل. He fed. Feed يعني هلأ يطعمي. Fed لما كنا عم بحكي بالزمن الماضي. He fed her. هودي مرقوا معنا بالنص. He fed her and took her out for. كان يخدها لبرا يمشيها. شو بنقول؟ Took her out for walks. يعني كان يمشيها. هلأ the farm was in a nearby. كان بقرية قريبة. المزرعة كانت بقرية قريبة. شو يعني قرية؟ في village. In a nearby village. نكمل. Mr. Bob was the. مين كان Mr. Bob؟ كان هو المزارع. شو بقول؟ farmer. farm يعني مزرعة. إذا وقفت هون farm يعني مزرعة. farmer المزارع. فإذا Mr. Bob was the farmer. من بعدها Miss Salma took her students to the happy. شو يعني؟ بدنا نكملها. شو يعني مزرعة؟ هلأ قلناها farm. Miss Salma took her students to the happy farm. طلعوا أصدقائي the happy farm هون حطيتها أنا capital letter. ليش؟ لأنه هيدا اسم المزرعة. عم حدد أي مزرعة. It's a proper noun. حطيتهم capital. Mr. Bob said he kept cows for. قال لهم مستر بوب للتلاميذ إنه هو خلى البقر تا ياخد منهم
شو في ياخد منهم؟ حليب، ملك، وكمان بطر يلي هو الزبدة. شو بياخد كمان؟ جبنة، تشيز، ولحمتهم كمان and meat. فإذن مستر بوب كان ياخد منهم بطر، ملك، تشيز and meat. من شو؟ من البقر، from the cows. The and are kept for their meat and milk. شو هن الحيوانين يلي قال عنهم مستر بوب بيخليهم وبياخد منهم لحم وبياخد منهم حليب؟ The goats and the sheep. فإذن the sheep يعني الخواريف and goats. Goat هو الماعز. Goats, the sheep and goats are kept for their meat and milk. وآخر شيء sheep also provide excellent. شو ناخد نحن من الخواريف حتى نتدفى ونعمل تياب؟ صوف. They provide excellent wool. فإذن في كلمات جديدة تعلمناها. To care, take care يعني يهتم، أو to care اهتم. Fed or feed بطعمة. Walks, walk يمشي. He took her out for walks يعني كان يمشيها للكلب تبعه أو للبوبي الجرو تبعه. الجرو. The farm was a nearby village. Village قرية. Farmer مزارع. Farm مزرعة. Milk butter. Cheese meat. Sheep goats. Goat يعني ماعز ما تنسوا. Wool صوف. وهلا أصدقائي قبل ما ننهي حلقتنا طلعوا شو عنا على اللوح. عندي على اللوح أنا بعض الكلمات بلشنا فيهم بأول الحلقة وبدي أشوف إذا حفظتون. أول أربع كلمات ببلشوا باللتر S. سم شو يعني ابتسم؟ سمايل. سمايل بيرجع عندي الحلزون. سن سنيل. هلا عند الرفش بقول له سب سبيد. وعندي اخر شيء لما طرطش بالمي شو بقول؟ سبل سبلاش. سبلاش. هلا عندي هون هذه الكلمه ببلش باللتر دي. در دراجون اللي هو التنين. دراجون. عندي هون ورده. فل فلاور. عندي ضفدع. فر فراغ. واخر شيء عندي القفازات. جل جلوفز. فإذن جلوفز، فراغ، فلاور، دراجون، سبلاش، سبيد، سنيل، سمايل. ما تنسون ابدا. كم كلمه صرنا اخذين؟ 8 words. هلا بدي اياكم تركزوا تتشوفوا شو لفظنا اول قسم من الكلمات. هون عندي سم سم سمايل، سن سن سنيل، سب سب سبيد، سبل سبل سبلاش، در در دراجون، فل فلاور، فر فراغ، جل جلوفز. سمايل يبتسم، أو I smile أنا أبتسم ابتسامة. سنيل حلزون. سبيد رفش. سبلاش لما طرطش بالماء. دراجون فلاور. فروغ
دراجون تنين، فلاور وردة، فروغ ضفدع، جلوفز قفازات. وأنا إذا استخدمت هلأ verb to have، I have، you have، he has، she has، it has، we have، you have، they have. verb to have فيي استخدمه وفيي استخدم هون الكلمات، بيصير عندي جمل. I have a smile أو he has a smile، هو عنده ابتسامة. حطوهن على الدفتر عندكم واكتبوهن، استخدموا verb to have والكلمات. ما تنسوا تتابعونا على صفحة الفيسبوك، وفيكم تبعتوا لنا كل شيء عم تكتبوا على صفحتنا www.facebook.com/madrasati67kids. أنا هلا خلص وقتي، بدي أودعكم، بشوفكم بالحلقة المقبلة. باي باي. A sentence begins with a capital letter. A capital letter is big, big, big. It is not a small letter. It is big, big, big. A sentence ends with a period. It can end with a question mark. Some sentences end with an exclamation mark. She has a dog is a sentence. It begins with a capital letter. That's right. It ends with a period. Yes, it does. That's right. Here comes a question. Do you like dogs? It is a sentence. Yes, that's right. But wait a second. It is also a question. It ends up with a question mark. That's right. Watch out is a sentence. It begins with a capital letter. Does it end with a period? No, it does not. Does it end with a question mark? No, it does not. It ends with an exclamation mark. A sentence begins with a capital letter. A capital letter is big, big, big. It is not a small letter. It is big, big, big.